السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد وبشار من lulu.com. راح نجاوب على أسئلة الناس اللي سألونا في الفيديو اللي فات. نبدأ بالسؤال الأول، يلا نبدأ. محمد البلوي، في برنامج رسم في الجوال، أنصحك باستخدام برنامج سكتش بوك موجود على تطبيقات الجوال، بس احنا في السلسلة هذه راح نتعلم الفلاش رسم وتحريك. الاكس صالح الاكس، اخوي الحين اقدر ارسم بالماوس على الفلاش بدون تابلت. وكمان نفس السؤال لرائد عبد المجيد، بيسأل اذا لوحة الرسم مهمة. طبعا تقدر ترسم من غير تابلت، ولكن الرسم بالتابلت اسرع راح يكون واسهل. احمد، هل استطيع ان استخدم ماركة غير واكوم؟ نعم تستطيع. بالنسبة لسؤال أحمد، تقدر تستخدم أي شركة تانية اللي تناسبك، تكون أرخص بالسعر. أهم شيء بالنسبة للتابلت، ليش أنا بدنا تابلت؟ لأنه الرسم راح تشوفه بالتعليم الحلقات الجاية إن شاء الله، راح يكون في شرح لموضوع التابلت وكيف طريقة الرسم. عطى رجب بيسأل، سلسلة كم حلقة؟ لحد الحين لم ما حددنا كم حلقة، بس راح تكون بحدود 5-10 حلقات إن شاء الله.